بغض النظر على خصم سياسي لا, لا. لا بغض النظر على خصم م. سياسي المحرك هو الحاله نتاع تونس وكذلك امكانيه الحلول لا اكثر لا اقل هو خصم غيره خصم يا كان بروبليم هو ماهوش خصم هو طارح مشروع م. احنا طارحين م. مشروع اخر نقيمه مشروع اللي مشروعه هو يعني ثم تعرفي تعرفي مريم تونس باش يشبهها تو عرفتي شخص مريض وبسبب المرض من بين شنو الاعراض اللي تطلع الشخص المريض هي السخان وكي تكثر السخانه يولي إنسان يهتري بهذيان احنا نعيش فيه هذا كيفاش المرض هو المنظومة القديمة بتاع 25 جويلية أعراض هالمرض هذا هو قيس سعيد ومشروعه أنا بالنسبة لي قيس سعيد ومشروعه هو أكسخانة لتصيب الجسد المريض ولهذا هنا يعني نسمعوا فيه ما المفسرين مفسرين بتاعه عنده مشروعية عنده الانتخاب عنده المشروعية مشروع يعني, الـ الـ يعني في الدول الأول 600 ألف في الدول الثاني أكثر من زوز ملين و 700 آخر شركة صب الارى البارح باومات بوليتيك الإمغاد يعطي يوري اللي مزي يتصدر الرئيس قيس سعيد نوايا التصويت مازال عنده ثقه آه. التوانسه هذا إيه هو الواقع إيه ف... ف... واقع الـ... واقع السوندج. آه. جيست باش نكمل م. لك الصوره قلت السخانه وكذا والهذيان اللي نحن نشوفوا فيه م. في اللي بلاطو النهار كلها م. معناها نتاع المفسرين تونس يلزمها دواء ويلزمها تحصيل مناعه. الدواء هو انتقال من اجل ديمقراطيه تمثيليه مستقره وكيفاش ندعم أكل المناعه نتاع تونس هي بدوله سلطه القانون راه من قبل تو ما سلطه القانون نرجع لسؤالك حول مم. الشرعيه الشرعيه سهله برشا الشرعيه الحقيقيه نتاعو هي تاع الدور الاول الدور الثاني هذوكم ناس مشو يصوتوا من اجل التخلص من شخص يعتبروه يمثل صوره الفساد اللي تليعت منه تونس بعد 25 جويلية الشرعية اللي تحكي عليها في اللي سونداج إلى غير ذلك مبنية على حاجة واحدة إنه نحن ضغطة ما هيش للبروجي مم. يعني هي يعني تصويت ضد شيء شيء معين وما هوش تصويت يعني متاع داديزيون بنعشوا <applause> بالعربي شنو نقول آه يعني آه انخراط فوالا <applause> <applause> يعني الناس اللي ماشي في يعني في <applause> في مع قيس سعيد ماهوش يعني ميل من نوع الانخراط بل هو ضد المنظومه اللي كانت موجوده وكل وين تطلع هالمنظومه حركه النهضه وكل وين يطلع راجد الغنوشي وكل وين بعض السياسيين للاسف الديمقراطيين والمناضلين يساهموا في اعاده حركه النهضه من جديد للحلبه وتبييضها كل وين يزيد يطلع قيس سعيد